وصلت المسيرة العالمية للسلام وعدم العنف إلى نواكشوط المحطة الأربعين في رحلتها الدولية، ويشارك في المسيرة 100 شخص، منهم وزراء سابقون ومنتخبون وصحفيون من القارات الخمس. وتحمل المسيرة التي انطلقت قبل 3 أشهر من مدينة سيدني الأسترالية متوجهة إلى أمريكا، تحمل رسالة سلام للقضاء على العنف والاختلال وتدمير البشرية. وقد جاب المشاركون في المسيرة 10 شوارع في العاصمة الموريتانية قبل أن يتوقفوا أمام القصر الرئاسي في نواكشوط. هذه مسيرة سلام، نحن نحمل شعار عالم بلا حروب ونطالب بالتخلص من السلاح النووي على مستوى جميع الدول والانسحاب الفوري لجميع الجيوش من الأراضي التي تحتلها، كما ندعو إلى خفض الأسلحة التقليدية وعدم لجوء الحكومات إلى الحرب كوسيلة لحل النزاعات وتوقيع معاهدات عدم اعتداء بين الدول. وتنضم إلينا من نواكشوط مارتين سيكاردا، المنسقة الإعلامية للمسيرة العالمية للسلام ونبذ العنف. سيدة سيكارد، ما أهمية المحطة الموريتانية في مسيرتكم هذه؟ السلام عليكم. السلام عليكم أولا، وشكرا لإتاحة الفرصة لي. إن موريتانيا هي مجرد واحدة من البلدان التي ينبغي أن تجتازها المسيرة العالمية من أجل تسهيل أو لأسباب لوجستية. على سبيل المثال، نحن وصلنا من أوروبا وبدأنا الجزء الأفريقي من طنجة ومن خلال رحلة عبر المغرب، بعد ذلك نعود إلى أوروبا عبر جزر الكناري، ثم نعود إلى أفريقيا وموريتانيا، ومن ثم إلى السنغال، وفي السنغال في دك على سبيل المثال سنلتقي بالناس يأتون من أفريقيا الوسطى، مالي وغينيا بيساو وفرق أخرى. اسمحي لي سيدة سيكارد. نعم سيدة سيكارد، يعني عبر 40 محطة قبل موريتانيا، ما الذي لفتكم مع اختلاف هذه المحطات؟ الفرق بين ماذا؟ لم أسمع السؤال جيدا. سألتك أن مسيرتكم شملت 40 بلدا مختلفا في لنشر هذه الرسالة، ما الذي لفتكم في هذه البلدان المختلفة من مظاهر للعنف وإلى آخره؟ حسنا، فقط لكي نذكر المشاهدين أن هذه المسيرة العالمية بدأت في 2 أكتوبر في نيوزيلندا، وهو يوم اللا عنف ويوم ميلاد غاندي، وهي لحظة المجتمع الدولي عبر هذه الفرق تسير ضمن هذه المسيرة لتمر بحوالي 40 بلدا. بعضهم يريد الذهاب إلى فلسطين وإسرائيل، والبعض الآخر إلى تركيا، والبعض سيذهب إلى كوريا. الفكرة بشكل عام مفادها كما ترون في كل هذه البلدان هناك أنواع مختلفة من العنف، ليس فقط العنف الأوضح مثل هناك في حالات الحرب كما تعلمون، لكن هناك مشكلة لاجئين وغير ذلك، ولكن هناك أيضا، وأنا أغتنم الفرصة هذا اليوم لأنه هو اليوم العالمي لوقف العنف، مطالب بوقف العنف ضد المرأة، ونذكر بأنواع أخرى من العنف. نعم اسمحي يا سيدة مارتين سيكارد، المنسقة الإعلامية للمسيرة العالمية.